السلام عليكم لا فامي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه جازو الحمزه. اليوم ان شاء الله واحد التحدي غادي يكون زوين زوين بزاف. اول حاجه اخوتي كنشكركم بزاف بزاف على الدعم والسيبورت والكومونتيرات الزوينين ديالكم اخوتي ولي لايك. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الشاورما عجيبه اخوتي وغريبه بواحد الطريقه اللي هربانه ديال بصح، ونتمنوا من الله انها تصدق. اليوم ان شاء الله اخوتي الشاورما اللي كتاكلوا برا اخوتي اليوم غادي نطيبوها، وغادي تجيب واحد الطريقه ناضيه، وجيب ليها القوام ديالها اللي غادي تجي بنينه بنينه ديال بصح. نبداو ان شاء الله التحدي ديالنا والمغامره ديالنا، ليتس جو. المهم خوشي هنايا فين غادي نصاوب الكانون ديالي، غنقيه ونجمعوا الحطب. الحطب اخوتي الحطب، هاد الشاورما اخوتي اليوم كتطلب لينا العود وشويه المجهود، ولكن ان شاء الله غادي تجي ناضيه اخوتي. انا بالزوينه بعد العود ساهل غير كتلقاه وكارم. خوشي كيف ما كتشوفوا هو الكانون ديالنا راه صوبشو، ولكن صوبشو بحكه دائري باش ندير به واحد الطريقه ناضيه اخوتي اللي غادي تشوفوا معايا من بعد اخوتي. المهم دابا غادي نغسل يدي باش نوجد اخوتي داك اللحم اللي جايب فيلي. المهم دابا غادي نغسل، ولكن عندي غير هاد القريعه اخوتي اللي عندي خاصني قشاصد عليها، اذا غندير لها بحال ما هكا. خوشي جبت دجاجة كاملة محيديها الكالكاف، دابا غادي نردها كلها فيلي، كلها غنردها فيلي، غادي نخدم بحاجة بحاجة. انا خوش ها حالة الشكيلات. انا خوش النتيجة ذاك الشيء مقطع على حقه وطريقه. ها شطيك يا معلم. ها المهم هادي هي الحصيلة اخوتي. دابا بقى لي خاصني نمشي نجيب شي عود اللي يكون خضر من الشجرة، غادي نقطعو وغادي نقيه، هو اللي غادي ندير فيه، غادي نديرو على شكل قطيب، هو اللي غادي ندير فيه هاد الحيمات ديالنا ان شاء الله. ونتمنهم الفكرة انها تصدق وتعجبكم اخوتي. هذا كيبان لي اخوتي مزيان. هذا مزيان، بقى لي غير النجرة خصو يولي نقي. وقبل ما ندير هادشي اخوتي في القطيب ضروري خاصنا نديرو ليه الإقامة ديالو، غندير ليه واحد الإقامة خوتي ديال لي شير، دير السناكاش شي المذاق باش كتاكلو الشاورما، هو اللي غادي يكون اليوم إن شاء الله. المهم أول حاجة وهي الصوجة عطرة يدي الدجاج نديرها مخلطة.
دائما معنا لالا تشومة. هذه هي السر البنة ديال الطيابة خوش، تشومة المدقوقة. والمونطارد اخوتي ها هو هو راه كيزين الدجاج. واحد شويه الماء اخوتي فاش باش تخلط داكشي. هاد العود اخوتي اللي قطعنا ونقينا خاصني ندير ليه هنايا شي مسمار، ما يمكنش لي ندير ليه مسمار، غادي ندير ليه سميتو ديال الفرشيطه، هاد السنه هادي اللي صحيه. المهم دابا غادي ناخذوها في حركه، الفرشيطه دغيا كتهرس هاك. هذا غناخذو له هذا، ها هو الطرطق، ها هو. وغناخذ واحد اخر عاوتاني، ها ما خديت جوج. هادي هي اللي غادي تفراني لينا اللحم ملي غادي نخشيو. وار ندورو هادي في حركة، ها انت على هاد الشكل هذا. ايوا دابا بسم الله شيم داك المسمرات ديال الفرشيط هما اللي غادي يفراني ولينا هاد الشاور معاه. شوف خوش على لقطة، شوف الشيوة بدات ومرحبا بها، لقيتها باغا الشتا فهاد الجو هذا. سبحان الله، اللهم بارك. انا الشكل النهائي اخوتي، ها تخيلوا هكا الدور، تخيلوا خوتي هاد الفكره والله انت غتطلع ناضيه. دابا اخوتي خاصنا نشعلوا العافيه. خصنا نشعلو العافية خوش قبل ما تشدنا باش نشي الشيوة. المهم اخوتي الفكرة وهي هادي، دابا شعلت العافية خليتها تهبات مزيان وغادي نجي. ها هي الفكرة ديالي، العافية غادي تكون هنايا هنا، وهاد الشبكه هي اللي غتحبس لي داك الجمر ما يجيش هنايا، واللعيبه ديالنا غتكون معلقه هنا كدور بحال هكا. هانتوما غتشوفوا هادشي كامل دابا خويا. نعاونو خوتي بالفاخر ضروري، شكون غادي يبقى شادين العافية. دابا سيادي غادي نشوفو هادشي واش غادي يصدق.
مزيان. انا خوش يا شوف لي شوف الله يجدك سينادي العوي في شاعل مزيان. واو واو العافية نيش الفكرة كي جاشكم اخوش يقول كلشي كلشي يقول لي كي جاشكم الفكرة هذه الله يتنادي يا برلتش شهور ما كتدور على حقه وطريقه وكتطيب. والبريريد ديال اتشيت هو كيطيب هنايا. يلا كنسخن في الماء خوشي. باش كلشي يقول لي كيفاش جاتكم هاد الفكره ديال الشاورما كلشي كلشي. واخا الصراحه فيها شويه ديال التماره ولكن هانيه. خاصك تشعل العافيه هنايا بوحدها عاد تجيبها وتحطها لهيه فيها شويه الخدمه ولكن راه غادي تطلع ناضيه. شوف 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 يا شاف ومني تشوفها وقفات في حكا دورها في حكا صافي غادي تبقى تدور واحد قسمين وياك الدور في حكاك. انا خوشي اللي لاحظتو بدا كيتبدل ليها اللون. ها الله 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 اسمع 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 صراحة الدخان هذا خوشي مولي عن كش لي الوقت وصافي. دخان هاد العود هذا ديال الكاليبتوس كيبقى شاد دخان بزاف. العافية راه كاينة الشاورما ديالنا هي كدور. انا ثاني بلا شكرا بان لكم التغيير بلا مندوي. يا راه غاده كطيب ذوقوا ضي تطاب الله يا بسم الله يا سلام. شوف 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 خاصني نزيدها شويه ديال الطياب صافي ونحيدها. طابت من الفوق من التحت من جميع الجوانب. ها والعافية تاهي عايا دابا منين هبات ولات مزيانة مكاين لا دخان دابا لا والو. خوشي الواليمة ديالنا اللهم بارك طابش على حقها وطريقها شي حاجة واعرة. دابا غادي نقرضو بالطريقة ديال موني السناكاش اخوشي. حيدو بعدا هاد الكرياش هذا فوالا يا بسم الله. خوشي بسم الله يا بسم الله. واو 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 واحد البنة واحد البنة خوشي. اش غنقول لك اقسم بالله حتى طلعت ناضية واعرة واعرة وبنينة كاع دوك لي صوص اللي درت فيها كنتبننهم دابا. جربوها خوتي وغادي تشوفوا هاد البنة اللي كنذوق دابا انايا شي حاجه اللي الهربة بسم الله. شو الحيمه كيطابتش بسم الله. المهم الخوت دابا غادي نريح شي تريحه زوينه وناكل هاد البركه هادي اللي طابت صراحه طابت بواحد الطيبه ناضيه.
بسم الله. انا اخوتي كيعجبني ندير في الخبز. خوتي سمحوا لي بزاف بزاف لك كنشاهيكم، سمحوا لي وكنشكركم اخوتي بزاف بزاف على السيبورت واللي لايك والكومنتير الزوينين، واللي كتفرج في هذا الفيديو باقي ماش ابونا شي تابونا ويخلي لي شي لايك وشي كومنتير زوين. كنقرا جميع الكومنتيرات ديالكم اخوتي وكيفرحوني بزاف وكيحفزوني باش ندير شي حاجه زوينه. وهذا ما كان اخوتي، غادي ناكل البركه اللي طيبت. المهم اخوتي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في مغامره جديده، ونتمنى من الله انها تكون عجباتكم هذه الفكره ديال الشاورما اللي صراحه طلعت ناضيه وبنينه. كنتمنى تجربوها اخوتي نتوما وتردوا عليا في كومونتيرات تقولوا لي كي جاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي مغامره جديده اخوتي، تهلاو.